سيري الله يهديك اختي غيتا، وما تبقايش ديري لي هذيك ها تي الله خير زعما 4 شهور مورو ما مدوش 4 شهور خليتينا دابا كنجبدو شي سميات كان لا داعي لذكر اسمائهم. مديرو يدي فين الطباشير صرفقني الصرفيقة مع العاصر راه غدا غنمشي للقحبة مور كيفاش يصرفق ستريمر مغربي وقدام المخزن والله حتى غدا غنمشي ليه نتخلص وانا ندير لي تفو على وجهو قلت لك بحال ديال الحليوات تعقلوا على ديال الحليوات ضد اسفي بحال هذيك حطيتها لي على وجهو حتى وصلت الدراري انا قدمت لها الاعتذار حيت هادو الدراري كنبغي نتفاداهم حتى داك السب والشات من ما غيبقاش وهادي راه طلبت منها السماحه وانا غنقولها هي قلت ليها لا ما كاين والو اختي غيتا راه غير بغيت كتما عجل مشخوش انا مسحت الميساج راه غير بغيت نكبر بيك والراس ستريم عندي مليون وانتي راه ديجا دوين هاد الميساج اصلا راه غيتمسح دابا تلغى الخطوط الجويه دابا ما تبقاش الدور دوز من فوقي فهمتي لغيت السحب الديمقراطي صافي دابا السفير اللي سيفط لها الميساج قبيله حتى انا فيا سكيزوفرين فهمتي انا بوحدي ايكيب فيا سكيزوفرين دابا داك السفير اللي سيفط لها الميساج جا واحد اخر غير فيا انا غدا في الياس جا واحد اخر سحب داك الميساج اذا نشوف واش كتقول عليا كوكو مي زامور وصلني واحد السكرين ديال واحد السيد كيدير انضدرات الله هو السيد كيضرب مليون يا ليتني كنت ترابة راه ما كنبغيش نتكبر راه ليونيل ميسي يا صاحبي راه كنحشم راه فيا الكز راك ستريم واحد كيضرب مليون في وسط دولة اسلامية وألف اليورو ونص ألف اليورو ونص طالعة كتنعتو بمنضادر كيدير منضادر أبو فلة كانوا كيتعاملوا معاه بحال هكا في قطر طلعت دابا وحدة يلاه خارجة بعت من الحج كانت سمحي لي غيتا أنا صاحبك دوزتي 6 شهور دوزت 4 شهور اش بيني وبينها ما عرفتش ما جبدتهاش هادي لغيتها قطر مسكينه الله يطلق صراها انا قلت لكم الله يطلق صراها الحمد لله على سلامتها مسكينه يا ربي تسمح لي انا غير فكرتني الفورما ديالها كنت حاجاكم زنيت مع واحد الافريكا عند الفورما بحال ديال قطر غيتها بحال ديال هاد الفورما هادي خرجت دابا الصباح في ستوريات كتقول شي هضره اللي خايبه وبغات دير فيها بحال دنيا باطمه انا هادو كنتفاداهم والله حتى تحفي عليك بانطوفتي هادي في المحاكي شي لشي بحال هادي غاتفاداها هادي راه بيبيه تقدر طيح لك تغيب لك وسط المحكمه ويجيو سجوفتي فيه صوروني راه ضربه غيبت ونولي بحال نزار سميتي نشرب الدواء والله ما خويا هادي غنسل منها المعلقه غنسل منها المعلقه بلا دم حيت انا عندي معلقه انا كاع ما كنخش يعود غنسلم منها المعلقه بلا دم وغادي تمشي سيري اختي غيتا الله يسهل عليك والله يخلي لك والديك كوكو مي زامور سمعوا كاش قلتي ومشيو معاك القانون باغي تمشي للقانون سيري للقانون انا جاي تابعك دابا بانطوف وصلني واحد السكرين ديال واحد السيد كيدير انضدرات وكيدير رياكشن على الناس ومهم معروف بالتنمر وكيبقى يشتف عباد الله وديكشي جيت باش نقول لك اسيدي من هذا المنبر هذا ملي تبقى تشد المعلومه ما تبقاش تشد جاي زعما باغا دير فاز زعما تاي دنيا باط ما فهمتش منضادر زير ولا نوصل معاك بعيد وديرها بعيد ويا راه يلا خارجه من 4 شهور وكون كان عندها شي محامي صحيح ديك 4 شهور ما دوزاش وانا كنثق في السلطات خارجه من 4 شهور ودي خارجه دير لي انا ها تيسيري ولا ندخلك شي 4 شهور اخرى اقسم بالله ندخلك 4 شهور اخرى كنحلف لك بالله سيري الله يهديك اختي غيتا وما تبقايش ديري لي هذيك ها يلا خارجه من 4 شهور مورو ما مدوش 4 شهور خليتينا دابا كنجبدو شي سميات كان لا داعي لذكر اسمائهم لا داعي بتاتا لا داعي لذكر اسمائهم وليتي كتدخلينا انت دابا في فيوند هاشي وليتي كتدخلينا في مورو ما مدوش 4 شهور يلاه يا ولاد شو على وجهك داوين عليه شوف فين ولينا في مورو دابا مورو هما المورو كملي انا ما تديتش 6 شهور تديت 4 شهور تي كيف غاجبدي وتكيفي فهمتي تي كيف غاختي وجبدي وتكيفي كي 4 شهور كي 8 شهور دخلتي صافي دخلتي تدوز 4 شهور الله ربي اللي كتب عليا الله لا بعدا انا نطلب الله عليا بزاف عليا المسلمين كلهم حتى انا مكحله والله انا مني لك وما دبر راسهم بعدا الله يا ربي اللي كتب عليا ندخل الحبس يا ربي لا ندخل لذاك المكان يا ربي ودعوا معايا الدراري الله يحفظكم دعوا معايا المهم لا ما دعوا معايا المهم تشخوشت ليكم في ستريم
هذيك طرا ليا مع صحابي، دابا طرا تشدت عندكم، دعوا معايا الدراري ما ندخلش الحبس. مصيبة صافي، غنقطع ستريم والله غنهبط نعس، والله انا نقدر صاحبي نولي مشدود في اي لحظه صاحبي، اي لحظه نقدر تجيو الناس اللي بغاوني نتشد صاحبي، راه غيجيو لي البوليس صاحبي، يجيو لي هنا والوالده مريضه وغيجيو لي البوليس صاحبي، راه اي لحظه البوليس يقدروا يجيو لك صاحبي. اذا هاد الناس خاصنا نتفاداوهم، وكيفاش غنتفاداوهم؟ هذا هو اللي ما عرفناش، دابا خاصنا ندير معاهم شي حل. دابا يا حنايا هما، حيت انا دابا انفلونسر وتما انفلونسر، هما كيبقاو بيكيو عليا يجبدوني باش يدخلوني للحبس، خاصني نديكلاري بان هادو يبعدوا مني. هي كون كنت في امريكان اش ندير ليهم؟ بحال دابا انا كانت عندي واحد الفكره فاش كنت صغير، قلت للمدير ديال المدرسه صرفتني، قال لي بركني لامك على هاد الفكره. قلت لي حتى، قلت لي مثلا، قلت لي ديروا مدرسه ديال الفيزيك بوحدو، ومدرسه ديال الرياضه بوحدها، ومدرسة ديال اللغة العربية بوحدها، ومدرسة ديال اللغة الفرنسية بوحدها، ومدرسة ديال التربية الإسلامية بوحدها. قلت لي علاش نتوما جامعين مدرسة مخلطين كلشي؟ قلت لي راه شي تربية إسلامية وشي لونغ. قلت لي راه هذا اقتراح اقترحته على المدير، صرفقني باليديها صافي فين الطباشير، قسما بالله العظيم مدير ويدي فين الطباشير، صرفقني الصرفيقة مع العاصر، راه غدا غنمشي للقحبة مور، كيفاش يتصرفق ستريمر مغربي وقدام المخزن؟ والله حتى غدا غنمشي ليه. كنت كنقرا في الثالثة صاحبي وعندي هاد الفكرة جهنمية، وهو صرفقني، غدا غنمشي ليه، غدا غنمشي ليه. حيدي سمحي لي يا اختي غيتا، سمحي لي بزاف، المدير اللي مع الهضرة انتي ما عندك والو. كيفاش داخل بروبوزيت عليه بروباغندا؟ لا تصرفقني، الله يعطيني كسيدة، وكنت تلميذ يا صاحبك، كنت تلميذ، صرفقني. الثقة تقرضت فيا من ذاك الوقت، من بيت تيل الثقة تقرضت فيا، طلعت خايف من المجتمع، المجتمع. خويا محمود حياك الله عليك، اسمح لي يا خويا، صونيت لك مع وقيت العصر، عارف كنت بغيت تمشي للجامع غدا ان شاء الله. خوي لي من ربعة العشية تل الربعة وخمسة وعشرين ديال العشية. لا لا خويا ليا، لا لا باغي 25 دقيقة، المهم باغي 25 دقيقة، جي واكل اجي ناضي فهمتي، باغي 25 دقيقة صافي. جينا غنجينا بريباري، جيت بريباري، عندنا زياره للمنصور الذهبي، غندخلوا من البلكون ندوي شويه مع المدير وغنخرجوا. مرحبا مرحبا، عرفتي علاش بعدا؟ واش عرفتي علاش؟ يلا سير، حتى الغدا ومشي، حتى الغدا راه كان صرفقني فاش كنت صغير. يلا غنمشي ندعي مور، حيت بروبوزيت عليه فكره عمرها ما تبروبوزيت على اي جمعيه في العالم. اش قلت ليه؟ انا كنقرا في الثالث وجيت عنده مع السلاحه ديال ما بين الربعه والسته، جيت عندو قلت ليه مدير، قلت ليه راه باغيك في واحد الموضوع، قال لي دوي. قلت ليه لا موضوع، راه جدي كنت انا طالب امريكي فهمتي، قلت ليه موضوع جدي، دخلت انا ويا الاداره عنده مدير باش ما نكونوش كذبوا على الله الكوسيم كذا، دخلت بركت قال لي قول لي، قلت ليه حتى شوف، قلت ليه علاش ما ديروش مدرسه مثلا ديال الاجتماعيات بوحدها، وديال الرياضه بوحدها، ولونجلي بوحدها، وفرونسي، باش الدراري التلاميذ ما يتخلطوش. هو يقول لي صافي هادشي علاش جيتي؟ قلت لي صافي كنصاحبو، غيقول لي زعما حتى غدا نزيدو نناقشو في موضوع. وي معايا بتصرفيقه بطباشيرها، تصرفيقه قلت لك، تصرفيقه قلت غدا غنمشي لك، وتصرفيقه بومبونيرا صاحبي في من غتشيق البومباتشي ما مقلا الوا معايا، قلت لك عرفتي الدمعه تقرطت ليا في عينيا، وبغيت غدا نمشيو ندورو، ياك الا ما كانش هو غيكون ولده اللي ولا مدير، نمشيو نشوفوه. اصلا هو كان كبير، كان قد حسن، هذاك حسن حسني عرفتي اللي يمثل فيلم ديال جاكي شان، غيكون مات، غيكون مات الله يرحمه، مات مسكين، شوف صرفقني، صرفقني واش نقول لك، هو في التراب دابا والله محمود، تسير تفكر حتى شويه، سير سير، داز عليك حتى من 25 عام، خليني نفكر دقيقه ونشوش نسمح ليه. لا ديال الكار حتى الغدا، ديال الكار حتى الغدا، حيت هذيك صعيبه شويه. قلت لكم الدراري انا ما غاديش للمدير زعما باش نشتمو، انا غادي لديك المدرسه باش غنجمع البيت الاول والثاني والثالث في السلاحه، غنجمعهم كلهم وغنقادو طابله وغنطلع غندوي معاهم. سمعونا الدراري اللي كتقراو في المنصور الذهبي، اقسم بالله كان صرفقني يا صاحبي المدير، وانا شو الحمد لله فين وصلت دابا، انا في السطح زعما، واخا يصرفك استاذ ولا مدير ولا كذا، لا بالعكس، لا كانت عندك شي عزيمه واراده والله مكتب لك شي حاجه غتوصل ليها. كاين اللي لا، كاين اللي كيضربوا استاذ ولا شي حاجه كيبدا يمنك ويمشي يسلسل ويتشم كان يتقرقب كيخرج للطريق. انا دابا صرفقني مدير وانا الحمد لله باقي، واحد الاستاذ راه شديت واحد النهار دفلت عليه، لقيته في البار، كنت انا في ذاك البار،
تفلت عليه انا وصلت، هو كان قال لي ما غتوصلش، اقسم بالله تفلت عليه سكران ومشيت شديت طاكسي ومشيت. يا ربي تسمح لي تفلت على سيفت الله، ولكن راه هو اللي جبد الناس يا ربي، راه هو اللي قال لي لو وصلتي تفل عليا. لقيت صبو سكران في البارت، انا واخديت واحد خبزه البيرات نتخلص وندير لي تفو على وجهه، قلت لك بحال ديال الحليوات، تعقلوا على ديال الحليوات ضد اسفي، بحال هذيك حطيتها لي على وجهه حتى وصلت. هو اللي قال لي لو وصلتي اجي تفل لي على الكماله وحلف كاع. انتي غيسيستا زعما حصر. وانا وصلت دابا الحمد لله تبرعت الراجل بمليون.